اليوم عندنا القانون الأخير في مبرهنة ديموبار اللي هو أسميه قانون الكيل أحياناً نسميه. فائدة هذا القانون هو كيفية استخراج جذور النونية للعدد المركب، يعني الجذران التربيعيان، الجذور الثلاثة، الجذور الأربعة، الجذور العشرة. إذن هنا راح أجي أستخدم هذا القانون اللي تسمى بالكتاب نتيجة ديموبار. هي كلها أسميها ديموبار، هذه تسمى نتيجة ديموبار. مبرهنة ديموبار الأساسية إذا كانت القوة N، إذا كانت القوة N شو يقول هنا ديموبار؟ يقول R أس N، هذه القوة للR سير أس وللزاوية تنظر بها. وإذا كانت السالب N قلنا نستخدم نفس الأسلوب، السالب N للR سير أس لكن للزاوية أقرأها N، ما أقرأها سالب N وأغير إشارة الوسط. لكن اليوم القانون الأخير إذا كان العدد المركب بصيغته القطبية مرفوع إلى قوة نسبية. سابقا من كان يقول لي جد الجذران التربيعيان للعدد المركب مثلا 5 ناقص 12 اي، جد الجذران التربيعيان للعدد المركب 5 ناقص 12 اي، كنت اقول هنا اقول جذر 5 ناقص 12 اي شو تساوي؟ تساوي x زائد y اي، واقول بتربيع الطرفين واكمل الحل الاعتيادي. كان يقول لي جد الجذران التربيعيان، ما كان يرسم الجذر، كان يقول لي فقط 5 ناقص 12 اي. اذا هنا اي راح اجي ارسم الجذر وافرض x زائد y اي واكمل الحل الاعتيادي. اليوم راح يقول لي جد الجذران التربيعيان مثلا للواحد ناقص جذر 3 اي. جد الجذران التربيعيان للعدد المركب واحد ناقص جذر 3 اي. اذا عندي طريقين، الطريق الاول اذا ارسم الجذر بهالصوره هذه، هذا ايش افرضه؟ افرضه x زائد y اي. اذا اريد استخدم طريقه الفرضيه، واذا اريد استخدم مبرهنته نتيجه ديموبار، فالجذران التربيعيان ما اعبر عنها بالصوره هذه، اعبر عنها اس واحد على اثنين. اذا هنا الجذران التربيعيان ممكن السؤال يحل بطريقتين، من اقول ممكن، اذا هذه ممكن مو تفيد الكليه، تفيد البعض، يعني مو يمكن ان يحل بطريقه واحده، لكن اكو حالات يحل بطريقتين. شنو ذي الطريقتين؟ يعني ممكن ارسم الجذر واسميه x زائد y اي، وممكن اسميه اس واحد على اثنين. اذا يعني ممكن يحل بطريقه الفرضيه، وممكن يحل حسب نتيجه ديموبار. لكن اذا قال لي جد الجذور الثلاثه راح احل على ديموبار فقط، يعني ايش راح اقول هنا؟ اس ايش قد؟ ثلاثه اس واحد على ثلاثه. اذا جد الجذور الاربعه واحد على اربعه، جد الجذور العشره معناها واحد على عشره، يعني يحل على ديموبار فقط. فإذا أراد مني جد الجذران التربيعيان أفكر بطريقين، أكو طريق الفرضية وأكو طريق ديموبار. إذا عجبني طريق الفرضية فراح أرسم الجذر بالصورة هذه، وإذا عجبني ديموبار ما أرسم الجذر، شو أسوي؟ أسوي أس واحد على اثنين. بعض الأسئلة تحل على الفرضية ولا تحل على ديموبار، والبعض الآخر يحل على ديموبار ولا يحل على الفرضية، والبعض الثالث يحل على الطريقين. هنا طريقة ديموبر لا يمكن استخدامها إلا إذا أمكن تحويل العدد المركب في داخل القوس إلى صيغته القطبية. يعني هسه هنا إذا هذا أريد أحوله إلى صيغة قطبية، الآر شو يساوي؟ يساوي تحت الجذر 25 زائد 144 169، يعني جذر 13. الكوساين ثيتا تساوي 5 على 13، والساين ثيتا تساوي سالب 12 على 13. اقول يا زاويه خاصه الكوساين مالتها 5 على 13 والساين 12 على 13، هي اكو زاويه مو ماكو زاويه بس مو خاصه. لذلك هي نوع من الاسئله لا يمكن ان تحل من منهجنا، لا يمكن ان تحل الا عن طريق الفرضيه. زين، هذا من حليتها بالفرضيه راح تطلع لي معادله من الدرجه الرابعه، يعني يصير اكس اس 4 ناقص كذا زائد كذا يساوي صفر. راح احلها تجربه، احلها تجربه. لكن في بعض الاسئله من يجينا هذا السؤال احيانا، يعني يقول لي جد على سبيل المثال 2 ناقص 2 اي الجذران التربيعيان له، من اريد اخليه تحت الجذر واسميه x زائد y اي اوصل الى فد معادله من الدرجه الرابعه، لا يمكن ان تحل بالتجربه. لذلك انا شو اقول؟ اقول لا يمكن ان يحل بالفرضيه، يحل وين؟ على ديموبار. والبعض الاخر لا، ممكن تنحل بطريقتين. راح تقولين زين شلون انا بالامتحان ايش مدريني اذا قال لي فقط جد الجذران التربيعيان؟ اذا ما حدد الطريقه فعلى الاغلب هي طريقه الفرضيه.
يعني فقط يقول لي جد الجدران التربيعيان للعدد المراكب مثلا 8 زائد 6 ألف وسكت. هذا على الأغلب هي طريقة الفرضية، لكن إذا استخدم طريقة الفرضية وصلت إلى تجربة لا يمكن أن تحل راح تراجع وين أروح على الديموبر. لكن على الأغلب الآخر إذا أراد مني طريقة الديموبر هو راح يحدد، راح يقول لي باستخدام برهنة الديموبر جد الجدران التربيعيان للعدد المركب الفلاني. هاي إذا كان جدران تربيعيان أكو احتمالين، زين إذا مو جدران تربيعيان فبالتأكيد هو ديموبر. يعني إذا أراد مني جد الجذور الثلاثة فبالتأكيد ديموبر، جد الجذور العشرة فبالتأكيد هو ديموبر. إذن هنا قانون الكي هو هذا، أي عدد مركب بصفته القطبية مرفوع إلى قوة نسبية واحد على N، هذه واحد على N للآلة تصير أس، لكن للزاوية ما تنظر بها راح أستخدم هذا القانون. يعني شو راح يجيني السؤال؟ يقول لي باستخدام مبرهنة ديموبر جد الجذران التربيعيان للعدد المركب مثلا 2 ناقص 2، جد الجذران التربيعيان يعني المطلوب شنو؟ أس ايش قد؟ أس 1 على 2. إذا المطلوب بالسؤال هو 2 ناقص 2 اي أس 1 على 2، إذا انسى هذا المطلوب بالسؤال. هو ما راح يقول لي أس 1 على 2، هو يقول لي حكي، يقول لي جد الجذران التربيعيان كم مرحله بالحل؟ عندي مرحلتين. المرحله الاولى راح اخذ هذا وحده اسميه زد واحوله الى صيغه قطبيه، وهذه المعلومه اصبحت قديمه، يعني هنا راح اقول الزد يساوي 2 ناقص 2 اي. الار شو يساوي؟ الار يساوي جذر اي تربيع زائد بي تربيع ويساوي جذر 4 زائد 4 ويساوي جذر 8 اللي هو من وين؟ اللي هو 2 جذر 2، هذه ولا تهنا منها. بعدين ايش راح اقول هنا؟ كوساين ثيتا شو تساوي؟ تساوي اي على ار وتساوي 2 على 2 جذر 2 ويساوي 1 على جذر 2. بعدين ايش راح اقول هنا؟ راح اقول ساين ثيتا تساوي ب على ار وتساوي سالب 2 على 2 جذر 2 وتساوي سالب 1 على جذر 2. وراها ايش راح اقول؟ زاويه الاسناد. اذا هنا زاويه الاسناد هذه تساوي باي على 4، راح اجي اهمل الاشاره. والحاله الاخرى راح اقول الثيتا تساوي وين يكون الكوساين موجب والساين سالب؟ بالربع الرابع. طريقة للتعبير عن الربع الرابع هو 2 باي ناقص زاوية الإسناد اللي هي باي على 4، إذا معناها 7 باي على 4. والمرحلة الأخيرة بأن الزد يساوي آر كوساين ثيتا زائد آي ساين ثيتا، إذا معناها الزد يساوي الآر اللي هو 2 جذر 2 وكوساين 7 باي على 4 زائد اي ساين 7 باي على 4. اذا هذه المرحله الاولى انتهت، حولت العدد المركب الى صفته القطبيه. المرحله الثانيه ايش داري من عندي؟ داري من عندي هذا العدد المركب مرفوع الى القوه النسبيه. اذا هنا السؤال اللي امتحنا به قبل شويه من ردت منك اس سالب 4، بالبدايه قلت لي زد يساوي، وبعدين المرحله الثانيه قلت لي زد اس سالب 4 تساوي. بس هنا زد يساوي 2 ناقص 2 اي، والمرحله الثانيه راح اقول زد اس نصف يساوي 2، هو اللي يريد مني هذا اس نصف. واذا اراد مني جد الجذور الثلاثه راح اقول زد اس 1 على 3 يساوي، جد الجذور السته راح اقول زد اس 1 على 6 يساوي هذا العدد المركب كله. راح اعيد كتابته، راح اقول 2 جذر 2 كوساين 7 باي على 4 زائد اي ساين 7 باي على 4 وست القوس اقول هنا اس 1 على 2. هسه هنا شو يقول هنا القانون؟ النص للار يصير اس، يعني هذا ايش راح يصير عندي؟ اقول ويساوي 2 جذر 2 اس نص. للزاوية عندي قانون جاهز، شو يقول القانون؟ كوساين ثيتا
زائد 2 كي باي على ان. من الثيتا؟ 7 باي على 4. اذا هذه الثيتا 7 باي على 4 زائد 2 كي باي، هذه تنزل بدون اي تغيير على ان. من هو الان؟ هنا 2 وليس نص، لان القانون شو يقول؟ يقول لي 1 على ان. أنا إيش ردته؟ ردته 1 على 2. إذا معناه الآن من هو؟ هو 2. يعني إذا أراد مني جذور الثلاثة، لأن ثلاثة جذور الستة معناه الآن 6. إذا هذا راح يصير على 2 زائد آي ساين، نفس العملية 7 باي على 4 زائد 2 كي باي على 2. هسه بمجرد أن كتبت القانون شو يقول هنا؟ قانون النتيجة يقول كي مرة أعوضها 0 وطلع جواب، ومرة أعوضها 1 وطلع جواب. ده أحكي بصورة عامة. مرة أعوضها 2 وطلع جواب. زين لي وين أتوقف؟ القانون يقول آخر كي راح تعوضها هي الأن ناقص 1. أتوقف الأن ناقص 1. هو الأن من هو؟ الان 2، ف 2 ناقص 1 1، يعني راح اعوض مرتين كي، راح اعوض الصفر والواحد فقط. لو رايد مني جد الجذور السبعه فراح اقول 7 ناقص 1 6، يعني راح اتوقف بالسته. الكي اخذ الصفر 1 2 3 4 5 6. لو رايد مني جد الجذور الثلاثه وين اتوقف؟ اتوقف بالثنين. اذا الكي ايش راح اعوضها؟ اعوض الصفر 1 2. فالملاحظه تقول الكي اخذ الصفر 1 2، لكن المن الى الان ناقص 1. هسه ايش راح اعوض الكي؟ اعوضها 0 و1. اذا ايش راح اقول هنا؟ من الكي تساوي 0 يؤدي الى زد اس 1 على 2 يساوي. هذا هو نفسه، لكن شكله ما مقنع. يعني 2 جذر 2 اس نصف ما مقنع، لان هي الصيغه الرياضيه اما صيغه جذريه او صيغه اسيه. يعني هنا هذه صارت صيغه جذريه وصيغه اسيه بنفس الوقت، شويه ما مقنعه ما مرتبه. فلو احولها صيغه اسيه فقط، لو احولها صيغه جذريه فقط. هذا 2 جذر 2 هو شنو كان قبل؟ كان جذر 8. 2 جذر 2 قبل كان جذر 8، يعني معناها جذر 8 اس نصف. زين هذا جذر 8 معناه 8 اس ايش قد؟ 3. 8 معناه 8 اس نص. جذر 8 معناه 8 اس نص. زين 8 اس نص وهذا ايضا اس نص، عند الرفع تضرب الاسس راح يصير 8 اس ربع. شنو معناه 8 اس ربع؟ يعني الجذر الرابع للثمانيه. لذلك هنا شو اسوي؟ هذا 2 جذر 2 شو اعتبره؟ اعتبره جذر 8. والجذر 8 هو 8 اس نص. الكل اس نص، اذا هذا كتب الجذر الرابع للثمانيه شويه اكثر. يعني لو كان داريد منك الجذور الخمسه، الجذور الخمسه يعني معناه اس ايش قد؟ اس 1 على 5. زين هذا 2 جذر 2 هو من هو؟ هو جذر 8. انا ايش داريد؟ داريد اس 1 على 5. زين هذا جذر 8 معناه 8 اس ايش قد؟ 8 اس نص. اذا هذا راح اجي اعتبره 8 اس نص كلها اس 1 على 5، عند رفع تضرب الاسس شو يصير؟ يصير 1 على 10. زين شنو معناها 1 على 10؟ يعني اكتب الجذر العاشر في 8. زين اذا حولنا الاس نص الى جذر تطلع 2 جذر 2. مو هذا اذا 2 جذر 2 اذا اريد ارجع 2 جذر 2 والنص لازم شنو؟ لازم اوزعها مره على الاول ومره على الثاني، فراح يصير 2 اس نص في جذر 2 اس نص، هم مرتبه صحيح هاي. الجذر هي الاس نص مو جذر 2، يعني 2 اس نص معناه شنو؟ يعني هسه هنا تقول بان هذا الجذر 2 2 جذر 2 اس نص، اريد اوزع النص، يعني شو يصير عندي؟ راح يصير 2 اس نص وبعد وجذر 2 اس نص. زين 2 اس نص معناه شنو؟ معناه جذر 2. زين وجذر 2 اس نص، هذا 2 اس نص وهنا اس نص راح يصير اس ربع، يعني معناها ايش راح اكتبه؟ راح اكتبه الجذر الرابع للثنيان بعد ما مرتب. واضح؟ فالافضل ان شنو؟ ان ارجع الاصل قبل ما احور جذر 8 واحوله الى اسس، وبعدين اقول عند الرفع تضرب الاسس. واذا شفتوها صعبه عليكم هذه فما في كل اشكال، هذا بقي 2 جذر 2 اس نص ما في مشكله. المهم
هسه من الكي تساوي صفر راح اعوض مكان الكي صفر 2 بي صفر صفر هذا صفر. اذا ايش راح يصير عندي؟ كوساين 7 باي على 4 على 2. اذا هنا البعض يستعجل يقول لي اختصر 2 وهي 4 فيكتب 7 باي على 2. هذه معناها 7 باي على 4 على 2، هذا 2 على 1. من اقلب القسمه الى ضرب شو يصير؟ يصير 1 على 2، لذلك هذه 2 راح تضرب بال 4 ولا تتصل مع ال 4. فاكو قاعده عامه خليها ببالك، مقام المقام هو حاصل ضرب المقامين. يعني مقام من يتكرر كسر على عدد، فمقام المقام حاصل ضرب المقامين. اذا ايش راح يصير عندي هسه؟ راح يصير 7 باي على 8 زائد اي ساين 7 باي على 8. بمجرد تطبيق قانون الكي الزاوية، احنا مش متفقين ذاك الدرس الزاوية اسئلة ثلاث اسئلة. السؤال الاول، اذا وجد اختصار بين البسط والمقام اختصر، اكو اختصار هنا؟ لا يوجد. السؤال الثاني، اذا كان قسمة البسط على المقام فوق الاثنين لازم اخفض، اذا 7 على 2 هو بوينت جوا الاثنين، اذا السؤال الثاني قالت لا. السؤال الثالث، اذا كان المقام 1 2 3 4 6 يحول الى صيغته الجبريه، مو واحد من عندهم. اذا هنا الاسئله الثلاثه تقول لا، اذا تترك الزاويه على حالها. هذا من الكي تساوي صفر. بعد وين اروح هسه؟ من الكي تساوي 1 يؤدي الى زد اس 1 على 2 تساوي الجذر الرابع للثمانية كوساين. الكي يساوي 1. اذا هسه هذا معناه 2 باي. شو راح اسوي هنا؟ الطريقه القطريه اللي اخذتها ايام اوميجا. اذا هذا معناه 2 باي على 1. فالاربعه في 2 8 وهذا 1 في 7 7. ف 8 زائد 7 راح يصير 15 باي على 4 على 2 15 باي على 8. اذا هذا راح يصير 15 باي على 8 زائد اي ساين 15 باي على 8. ايضا الزاويه راح اسالها ثلاث اسئله. هل يوجد اختصار بين البسط والمقام؟ لا. هل قسمه البسط على المقام فوق الاثنين؟ لا. اقل. هل المقام 1 2 3 4 6؟ لا. اذا الحل ينتهي في المرحله هذه. ها اذا قلت جد الجذر، انا تربيعيا يعني ممكن بالامتحان الدرس القادم اجيب نفس السؤال اقول جد الجذور الخمسه للعدد المركب 2 ناقص 2 يعني. واحد على جذور الخمسة، ايش راح يختلف؟ هذا بالازرق هو نفسه. لكن هنا ايش راح اقول؟ زد اس ايش قد؟ واحد على خمسة. هذا راح يصير واحد على خمسة. هنا هذا ايش راح يصير عندي؟ 2 جذر 2 اس واحد على خمسة، زين هذا 2 جذر 2 هو جذر 8. يعني معناها 8 اس نص اس واحد على خمسة، يعني راح يصير اس ايش قد؟ اس واحد على 10، هذا راح يصير الجذر العاشر لل 8. هذا انتهينا منه. زين هذا ايش راح يصير عندي؟ 7 باي على 4 اللي هو ثيتر زائد 2 كي باي على 5. هذا نفس الشيء. اذا الكي ايش راح اخذها؟ اخذها من الصفر الى الاربعه. راح اقول من الكي تساوي صفر راح يصير عندي 7 باي على 4 على 5، يعني 7 باي على ايش قد؟ 7 باي على 20. وهكذا راح اخذ الكي تساوي 1 و2 3 4، راح اتوقف الحل الى هالمرحله هذه. هذا السؤال ممكن يكون مباشر بهالصوره هذه. شلون ممكن نضيف نكهه على السؤال بالامتحان؟ مكان ما اقول لك جدي الجذران التربيعيان للعدد المركب 2 زائد 2 اي، راح اقول حل لي المعادله اكس تربيع ناقص 2 زائد 2 اي تساوي صفر باستخدام مبرهنة دي اوفر. باستخدام مبرهنة دي موبر جدي مجموعة حل هذه المعادلة. زين شو اسوي هنا؟ باستخدام دي موبر جدي مجموعة حل المعادلة، يعني معناها استخرجي قيمة اكس. اي معادلة من اريد منك حلي المعادلة يعني استخرجي قيمة اكس. زين شلون باستخدام دي موبر شو اسوي؟ الاكس تربيع راح ابقيها على حالها. هذا راح اجي احوله الى الطرف الاخر، يعني ايش راح اقول هنا؟ اقول يؤدي الى اكس تربيع تساوي 2 ناقص 2 اي. زين حلي المعادله يعني استخرجي قيمه اكس. زين هنا انا عندي اكس تربيع، شلون اتخلص من التربيع؟ راح اقول بجذر الطرفين. بجذر الطرفين اذا معناها يؤدي الى الاكس تساوي 2 ناقص 2 اي اس نصف، راح يصير نفس هذا السؤال واحله نفس هذا.
واضح؟ شلون ما عاد ممكن اغير هذا السؤال؟ اقول لك جدي مجموعه حل المعادله التاليه في سي هذا اكس اس 5. اكس اس 5. اذا اكس اس 5 تساوي 2 ناقص 2 اي. اذا معناها الاكس تساوي؟ تساوي 2 ناقص 2 اي اس 1 على 5. فراح اخذ داخل القوس اسميه زد احوله الى الصيغه القطبيه وبعدين اقول اس 1 على 5 حتى استخدم قانون الكي. الآن مبرهنة دي موبر جد مجموعة حل المعادلة التالية في سي اكس تكعيب زائد واحد تساوي صفر. هذا لو ما قال لي استخدام دي موبر شلون احدد؟ هنا راح يصير اكس زائد واحد تحليل مجموع مكعبي وبعد واكس سالية ناقص اكس زائد واحد تساوي صفر. اما اكس زائد واحد تساوي صفر، اذا معناها اكس تساوي سالب واحد، او هذا يساوي صفر احنا بالدستور. الاي تساوي واحد والبي تساوي سالب واحد والسي تساوي واحد احنا بالدستور، لكن هنا هذا السؤال مقيدني يقول لي باستخدام مبرهنه دي موبر جد مجموعه حل هاي المعادله في سي. من قال لي باستخدام دي موبر؟ ايش راح اسوي؟ الواحد احوله الى طرف الاخر وراح اخذ الجذر التكعيبي للطرفين. اذا ايش راح اقول هنا؟ يؤدي الى اكس تكعيب تساوي سالب واحد. اذا معناها الاكس تساوي سالب واحد اس واحد على ثلاثة. هذا اللي قال لي باستخدام الموبر. ممكن السؤال اجيبه بالامتحان ما اقول اكس تكعيب زائد واحد، اقول ليش اكس تكعيب ناقص 27 اي تساوي صفر. لو كانت بدون دي موبر شلون كنا نحلها دبل؟ اضرب في سالب اي تكعيب. اذا راح يصير عندي زائد 27 اي تكعيب واحلل المجموع مكعبين واما او القوس الصغير مباشر والقوس الكبير دستور. لكن هسه هنا من يقول لي باستخدام دي موبر. اذا هنا مو من حقي اضرب في سالب اي تكعيب، بقيها على وضعها احول الى الطرف الاخر، يعني ايش راح يصير عندي هنا؟ اقول يؤدي الى اكس تكعيب تساوي 27 اي. اذا معناها الاكس تساوي 27 اي اس 1 على 3. اقبل ملاحظه ما اخذيها سابقا، اذا كان العدد المركب مكون من جزئين حقيقي وتخيلي فيحول الى صيغته القطبيه بست خطوات. اما اذا كان العدد المركب مكون من جزء واحد فقط حقيقي فقط او تخيلي فقط فيحول الى صيغته القطبيه بخطوه واحده فقط. إذا هنا ماكو داعي اسوي تفصيل ممل. هذا السالب واحد راسا اكتبه كوساين باي زائد اي ساين باي. تذكرون هذا الحكي ولا لا؟ هذا لو كان هذا موجود بالكتاب بالوزاره شلون ممكن يغير به؟ يسوي ناقص واحد. يعني يحول شو يصير هنا واحد. اذا راح اقول واحد اس واحد على ثلاثه، الواحد شو عبر عنه؟ اقول كوساين صفر زائد اي ساين صفر. شلون يغير بعد الوزاري؟ يقول لي اكس تكعيب زائد اي. يعني هذا راح يصير سالب اي. هذا راح يصير سالب اي اس ثلث، هو السالب اي من هو؟ كوساين 3 باي على 2 زائد اي ساين 3 باي على 2. بعد شلون يغير؟ يقول لي اكس تكعيب ناقص اي. احوله راح يصير اي، اذا معناها اي اس ثلث، الاي هو من هو؟ كوساين باي على 2 زائد اي ساين باي على 2. وإذا كان ويا عدد هسه مثلا هذا 27 اي، هذا راح يصير 27 في اي. والاي راح يصير عندي 27 كوساين كوساين باي على 2 زائد اي ساين باي على 2. إذا هذه التغييرات المحتملة ممكن تصير بالامتحان الوزاري بالنسبة للفكرة اللي نشوفها. إذا هذا ايش راح يصير عندي؟ إذا راح أقول الاكس تساوي كوساين باي زائد اي ساين باي، هذا الكل اس ايش قد؟ اس 1 على 3 اللي هي الصيغه القطبيه للسالب 1. الباي هنا ماخذين سابقا العدد المركب اذا كان مكون من جزء واحد فقط من رسمنا دائره الوحده. قلنا هذه النقطه 1 0 وتساوي 1. هذه النقطة سميناها سالب واحد صفر اللي هي سالب واحد.
هذه النقطة سميناها صفر واحد اللي هي I، وهذه النقطة سميناها صفر سالب واحد اللي هي سالب I. هذه الزاوية صفر، هذه الزاوية باي على اثنين، هذه الزاوية باي، هذه الزاوية ثلاثة باي على اثنين. اتفقنا في وقتها قلنا ثيتة الواحد هي صفر، ثيتة الآي هي باي على اثنين، ثيتة السالب واحد هي باي، وثيتة السالب آي هي ثلاثة باي على اثنين. هو شو جاني هسه؟ سالب واحد. معنى شنو الثيتا مالته؟ الثيتا مالته باي، اذا كانت كوساين باي زائد اي ساين باي. يعني هذه لو كانت اي كان ايش قلت؟ كوساين باي على 2 زائد اي ساين باي على 2. لو كان السالب اي 3 باي على 2 كان قلت كوساين 3 باي على 2 زائد اي ساين 3 باي على 2. لو كانت فقط واحد اقول كوساين صفر زائد اي ساين صفر. اذا هسه هنا صار عندي كوساين باي زائد اي ساين باي اس واحد على ثلاثة. هسه مباشرة راح استخدم قانون الكي. اذا ايش راح يصير عندي هسه؟ راح اقول الاكس تساوي كوساين من هو الثيتا اللي هي باي زائد 2 كي باي على ان زائد اي ساين ثيتا اللي هي باي زائد 2 كي باي على ان. الكي راح اعوضها صفر، اعوض الصفر واحد اثنين. اذا راح اقول من الكي تساوي صفر يؤدي الى اكس تساوي هذا صفر. اذا ايش راح يبقى عندي؟ راح يصير كوساين باي على ثلاثة زائد اي ساين باي على على 63 زاوية خاصة. ايش قد الكوساين مالتها؟ نصف الساين جذر 3 على 2. اذا اقول و يساوي نصف زائد جذر 3 على 2. بعد من الكي تساوي 1 ايش راح يصير عندي هنا؟ الاكس تساوي كوساين ايش راح يصير؟ باي زائد 2 باي. اذا راح يصير 3 باي على 3 زائد اي ساين 3 باي على 3. هسه شو تقولين؟ يصير اقول 3 تختفي تتركوا مكانها اشاره؟ لا ما يصير، لان اكو عمليتين قبلها. اذا العمليه الاولى اذا وجد اختصار اختصر. اذا هذا ايش راح يصير عندي؟ اقول ويساوي كوساين باي زائد اي ساين باي، والباي هي زاويه خاصه، الكوساين مالتها سالب واحد والساين مالتها صفر، اذا الجواب سالب واحد. وبعد من الكي تساوي 2 هذا ايش راح يصير عندي؟ اكس تساوي باي زائد 4 باي، اذا معناها كوساين 5 باي على 3 زائد اي ساين 5 باي على 3. هسه اختصار ماكو، قسمه البسط على المقام جوا الدنيا. السؤال الثالث مع طول المقام 3 اقول الباي على 3 60، 60 في 5 300 بالربع الرابع، إشارة الكوساين موجبة وإشارة الساين سالبة، إذا الخمسة تلغي، هنا تترك موجب وهنا تترك سالب. إذا إيش راح يصير عندي هسه؟ كوساين باي على 3 ناقص آي ساين باي على 3 ويساوي نص ناقص جذر 3 على 2 باي. إيش وقت أكون ملزم بالتبسيط؟ إيش وقت ما ملزم به؟ إذا نفس هذا السؤال يقول لي جد الصيغة القطبية، يعني مو يقول لي حل المعادلة، يقول لي جد الصيغة القطبية للجذور الثلاثة للعدد سالب واحد. جد الصيغة القطبية للجذور الثلاثة للعدد سالب واحد، يعني شو يريد مني؟ يريد مني سالب واحد اس كوس. إذا هنا راح أكتب هذا القانون مباشرة، سالب واحد راح أحوله بالصورة هذه اسطلت، راح اكتب هذا القانون من عوض الكي تساوي واحد، هذا صيغه قطبيه خلاص، يعني ماكو داعي احولها الى صيغه جبريه. من عوض الكي تساوي 2 صارت عندي صيغه قطبيه، ماكو داعي اكتب سالب واحد. من عوض الكي تساوي 2 هذه صيغه قطبيه، ماكو داعي احولها هيك ولا اكو داعي احولها هيك. لكن من يقول لي جيب مجموعه حل المعادله
فبمجرد تطبيق قانون الكي ايش يطلع عندي جواب؟ راح اجي اسال الزاويه ثلاث اسئله، اذا اكو اختصار اختصر، اذا قسمت البصعة المقام فوق الاثنين اخفض، واذا كان المقام 1 2 3 4 6 يحول الى صيغته الجبريه. السؤال راح تحلوه هسه بعد شويه، هسه هذا سؤال الكتاب لكن ما ممكن اجيبه من بعد. حتى لا ينحفظ السؤال، ممكن السؤال نفسه اقول لك باستخدام مبرهنه دي موبر جدي مجموعه حل المعادله التاليه في سي اللي هي اكس اس 4 ناقص 2 اي تساوي 0. ايش راح يختلف الحل؟ اذا فاهم الفكره كل مشكله ما عندك. هذا السالب 2 اي يحول الى الطرف الاخر، يعني ايش راح يصير هنا؟ اقول يؤدي الى اكس اس 4 شو يساوي؟ يساوي 2 اي. اذا معناها الاكس من هو؟ اذا اقول يؤدي الى الاكس تساوي 2 اي اس 1 على 4، بما ان ال 2 اي هو جزء تخيلي فقط فيحول الى صيغته القطبيه بخطوه واحده فقط. هذا ال 2 اي شنو معناه؟ معناه 2 في اي. والاي هو من هو؟ كوساين باي على 2 زائد اي ساين باي على 2. اذا ايش راح يصير عندي هسه؟ اذا راح اقول الاكس تساوي 2 كوساين باي على 2 زائد اي ساين باي على 2 الكل تصرف. هسه شلون راح استخدم قانون الكي؟ صرف 2 هو الار. اذا الار هو 2 قبل شويه الار هو 1 لذلك ماكو داعي اكتبه. لكن هنا الار ضروري، اذا الار يساوي 2، اذا ايش راح يصير عندي هسه؟ راح اقول الاكس تساوي 2 اس ربع اللي هو هذا الجذر الرابع ل 2، بعد ايش راح اقول هنا؟ كوساين شنو؟ ايش راح اصير؟ كوساين باي على 2 اللي هي ثيتا زائد 2 كي باي على 4 زائد اي ساين ايضا نفس الشيء باي على 2 زائد 2 كي باي على 4. الكي ايش راح اخذها؟ صفر. اخذها من صفر الى 3. عفوا من صفر الى 3 لان الان هو 4. من الكي ايش يساوي صفر؟ ايش راح يصير هنا؟ باي على 2 على 4 يصير باي على 8. من الكي ايش يساوي 1؟ راح يصير 2 في 2 4 زائد 1، اذا راح يصير 5 باي على 8. من الكي تساوي 2 هذا راح يصير 4، ف 2 في 4 8 زائد 1 راح يصير 9 باي على 8. ومن الكي تساوي 3 هذا راح يصير 6، اذا هنا 2 في 6 12 زائد 1 راح يصير 13 باي على 8. بما انه حلينا السؤال فراح اعطي سؤال اخر. من هسه قبل ايام السؤال جذر 3 زائد اي تربيع جذر الصيغه القطبيه للجذور الخمسه للعدد المركب جذر 3 زائد اي تربيع. اعيد السؤال، جذر الصيغه القطبيه للجذور الخمسه للعدد المركب جذر 3 زائد اي تربيع. هذا قبل كان اول نسخه للطبعة الانجليزيه بالطبعه 2010 كان السؤال نفسه لكن رايد من عندي جذر 3 زائد اي اس 2 على 5. قبل كان هيك نفس الشيء. هذا اس 2 على 5 شنو معناه؟ يعني هذا معناه جذر 3 زائد اي تربيع اس ايش قد؟ اس 1 على 5. اذا كم مرحله بي؟ بي ثلاث مراحل. المرحله الاولى راح اقول زد يساوي جذر 3 زائد اي احوله الى صيغه قطبيه. المرحله الثانيه راح اقول زد تربيع استخدم قانون دي موبر الاصلي. المرحله الثالثه راح اقول زد تربيع اس 1 على 5 استخدم قانون الكي واخذ الكي من 0 الى 4. زين ليش بدلوا السؤال بالصوره هذه؟ لان هنا اس 2 على 5 من يقول لي جت قيمه يعني احتمال يطلع لي بس جواب واحد. يعني اذا اخذ بس الكي تساوي صفر المفروض يطلع الجواب صح. يعني ما رايد مني كل القيم. فهنا بدلوا السؤال بطريقه منطقيه اكثر،
ممكن ما يقول لي أس 2 على 5 بس ايش قال لي؟ قال لي جد الصيغة القطبية للجذر 3 زائد آي تربيع ثم جد الجذور الخمسة له يعني دا يريد مني كي من صفر إلى 4 ويايا؟ استاذ ما يصير نسوي مربع حداني؟ ها إذن هنا أكو طريقين. الطريق الأول بأن هذا أسوي مربع حدانية ومن بعد مربع الحدانية أحوله إلى صيغة قطبية وبعدين ناتج الصيغة القطبية راح أسميه زد راح أقول زد أس 1 على 5 صح صح لكن هنا شي يقول لي ويجبرني على دي موبر إذا قال لي باستخدام مبرهنة دي موبر جد جذر 3 زائد آي تربيع ثم جد الجذور الخمسة يعني هنا غصبا علي بالحالة هذا الجذر 3 زائد آي حوله إلى صيغة قطبية وبعدين تربيع حسب دي موبر وبعدين 1 على 5 حسب دي موبر نتيجة دي موبر لكن بالكتاب ما قايل باستخدام دي موبر مش قايل قايل جد الصيغة القطبية للجذر 3 زائد آي تربيع يعني الصيغة يعني ما قال لي دي موبر ما جاب لي دي موبر فإذا أسوي مربع حدانية صح وياي لكن هنا بالطبع بالنسخة 2014 الأسئلة الوزارية صاحب الأسئلة الله يغفر له وقع بخطأ جسيم بالكتاب هو شنو يقول لي جد الجذور الخمسة للجذر 3 زائد آي تربيع شنو الخطأ كان مال الأسئلة قايل جد الجذور الخمسة للجذر الخامس للجذر 3 زائد آي تربيع يعني منطقيا إذا أريد أتعامل ويا صيغة السؤال يعني هذا أس 5 وهو يريد من عندي الجذور الخمسة يعني أس 5 يعني معناها يريد مني 25 جذر اللي هي عملية مو منطقية إذا هنا الخطأ اللي وقع به صاحب الأسئلة هاي للطوع 10 أي يعني هنا اللي حله 25 جذر الطوع 10 واللي حله 5 جذور هم الطوع 10 واللي ما حل توصل إذا لسه هنا السؤال كان بخطأ منطقي يعني السؤال هو بالكتاب جذر 3 زائد آي تربيع يقول لي جد الصيغة القطبية للجذر 3 زائد آي للجذور الخمسة للجذر 3 زائد آي تربيع يعني جذر ما راسمه جذر حجاحجي وياي رغم هذا السؤال الطلاب هم ما حسوا به يعني جاوبوه مثل ما موجود بالكتاب يعني نادرا ما اكو طالب فكر بي يريد 25 جذر فحلوه مثل ما موجود بالكتاب لان هو نصا من الكتاب، احنا ليش ما نشجع على الاسئله نصا؟ يعني السؤال هذا اللي موجود بالكتاب بالصوره هذه انا راح اغير به ومكان ما اقول لك تربيع ممكن اقول لك اس 4 ممكن ما اقول جذر 3 زائد اي اقول 1 زائد جذر 3 اي اقول 2 ناقص 2 اي يعني شويه يصير تغيير بالسؤال. اكو سؤال موجود عندي بالتمارين العامه يقول لي جدد باستخدام مبرهنة دي موبر جد الجذران التربيعيان للعدد المركب 1 زائد جذر 3 اي على 1 ناقص جذر سالب 3 جد الجذران التربيعيان لهذا بالبدايه لازم شو اسوي؟ جذر سالب 3 احول جذر 3 اي وبعدين اضربه بالعامل المنسب ايش قد يطلع الناتج مالته احوله الى صيغه قطبيه وبعدين اقول اس 1 على 2 هسه هنا المهم نرجع لسؤالنا اذا ده يقول لي جد الصيغه القطبيه للجذر الجذور الخمسه للجذر 3 زائد اي تربيع عندي طريقين يعني. الطريق الاول بان هذا اسميه زد يعني ايش راح يصير عندي؟ اقول زد يساوي جذر 3 زائد اي احوله الى صيغه قطبيه ورا ما اكمل الصيغه القطبيه راح اقول اذا زد تربيع تساوي حطبق قانون دي موبر ومن بعدها راح اقول زد تربيع اس 1 على 5 اسوي قانون الكي، يعني اسوي ثلاث مراحل. هذه الثلاث مراحل هي ترهم على جميع الاسئله. لكن هنا تقولين يصير اسوي مربع حدانيه على الصيغه اللي تقولي عليها؟ نعم يصير. يصير. لكن اذا اقول لك مثلا جذر 3 زائد اي اس 7 فراح يصير اس 7 صعب استخدم الطريقه الاعتياديه، فهنا راح اكون ملزم باستخدام يعني هذا السؤال اذا راد يتكرر بسنتكم ان شاء الله هنا ما يقول لي جد الصيغه القطبيه للجذر 3 زائد هاي تربيع يقول لي جد الصيغه الجذور الخمسه مثلا للصيغه القطبيه
اوجد الصيغه القطبيه للجذور الخمسه للجذر 3 زائد اي اس 7. فانا هنا ملزم ان استخدم دي موضوع لان هذا اس 7 عمليته صعبه مو مثل الترقيم. اذا راح احل بالطريقه اللي ترهم على كل الاسئله. اذا الزد تساوي جذر 3 زائد اي، الار هذا شو يساوي؟ جذر اي تربيع زائد بي تربيع ويساوي جذر 3 زائد 1 معامل اي. اذا معناها جذر الاربعه اللي هو 2. كوساين ثيتا شو يساوي؟ كوساين ثيتا يساوي اي على ار وتساوي جذر 3 على 2. وساين الثيتا شو يساوي؟ بي على ار وتساوي 1 على 2. زاويه الاسناد هي باي على 6، والثيتا هي ايضا باي على 6. اذا معناها الزد هذا ايش راح يساوي؟ 2 كوساين باي على 6 زائد اي ساين باي على 6. على اعتبار انه شنو؟ على اعتبار ان الاسناد هذا يساوي باي على 6 والثيتا ايضا باي على 6. اذا الاسناد هي باي على 6 والثيتا ايضا باي على 6، اذا زد هو هذا. اذا كان اثنينات الموجبات احنا من سوينا المخطط في وقتها قلنا هنا الربع الاول المخطط بالصوره هذه قلنا الثيتا تساوي اس اذا كان ربع اول. والثيتا تساوي شنو؟ الثيتا تساوي باي ناقص اس اذا كانت ربع ثاني. والثيتا تساوي باي زائد اس اذا كانت ربع ثالث. والثيتا تساوي 2 باي ناقص اس اذا كانت ربع رابع. فاذا كان اثنينات الموجبات فزاويه الاسناد هي نفسها السعه. وياي؟ شلون ممكن يغير بالامتحان؟ يسوي لي هاي سالب جذر 3 زائد اي. اذا صار سالب جذر 3 زائد اي، هذا ايش راح يصير؟ سالب جذر 3 على 2. وهذا راح يصير نص زاويه الاسناد هي باي على 6. لكن وين يكون الساين موجب والكوساين سالب؟ وين يكون الساين موجب والكوساين سالب؟ بالربع الثاني شاكله الثيتا تساوي باي ناقص باي على 6 اللي هي 5 باي على 6. المهم اذا نزلت المرحله الاولى انتهت. المرحله الثانيه شنو اسمها؟ زد تربيع. المرحله الثانيه اسمها زد تربيع. اذا ايش راح اقول هسه هنا؟ راح يصير زد تربيع تساوي، اذا زد تربيع تساوي حسب دي مور شو يقول؟ هذه التربيع للار تصير اس معناها 4، وللزاويه تنظر بها اذا معناها كوساين 2 باي على 6 زائد اي ساين 2 باي على 6. هسه اكو اختصار؟ اكو اختصار. اذا معناها الزد تربيع تساوي 4 كوساين باي على 3 زائد اي ساين باي على 3. هذه المرحله الثانيه انتهينا منها. هنا مو تقول لي كوساين باي على 3 اسويها نص وهذه جذر 3 على 2. اكو ملاحظه خليها ببالك، قبل استخدام قانون الكي يجوز ان اسال الزاويه سؤالين فقط، بس سؤالين. اذا اكو اختصار اختصر، واذا قسمت البسط على المقام فوق ال 2 باي اخفض، يعني السؤال الثالث ممنوع. لان السؤال الثالث شو يسوي؟ يحول الزاويه من الحاله القطبيه الى الحاله الجبريه، اذا السؤال الثالث ممنوع. هسه هنا اختصار اختصرت قسمه البسط على المقام جوا الاثنين، اذا خلاص هسه راح استخدم قانون الكي. شو يقول قانون الكي هنا؟ راح يصير عندي زد تربيع اس 1 على 5 يساوي 4 اس 1 على 5، يعني معناها جذر الخامسه الاربعه. كوساين شنو؟ كوساين باي على 3 زائد 2 كي باي على 5 زائد اي ساين نفس الشيء باي على 3 زائد 2 كي باي على 5. الكي ايش راح اخذها؟ صفر. اخذها من صفر الى 4. من صفر الى 4. اذا ايش راح اقول هنا؟ من الكي تساوي صفر يؤدي الى زد. اما اقول اس 2 على 5 واعيد كتابته هذا كيبي. اذا معناها زد اس 2 على 5 تساوي الجذر الخامس للاربعه. 2 في صفر؟ صفر. اذا راح يصير عندي باي على 3 على 5 باي على 15. اذا هذا راح يصير كوساين باي على 15 زائد اي ساين باي على 15. هذا اول.
إذن هنا الجذر الخامس الأربعة يبقى على وضعها. ما تبسط؟ إذن هذا الباي على 15 من أسئلة ثلاث أسئلة تقول لا. تبقى على هذا. بعد من الكي تساوي واحد. إيش راح يصير عندي هسه؟ زد أس 2 على 5 تساوي الجذر الخامس الأربعة كوساين. هناك لا في 2 6. 6 زائد 1 راح يصير 7. إذا هنا كوساين 7 باي على 15 زائد اي ساين 7 باي على 15. هذا انتهى منه. بعد شو عندي وراء؟ الكي تساوي 2. إذا أقول من الكي تساوي 2 يؤدي إلى زد أس 2 على 5 تساوي الجذر الخامس للأربعة. هسه هنا هذا 2 في 2 4. إذا 3 في 4 12 زائد 1 هنا 13. إذا راح يصير عندي كوساين 13 باي على 15 زائد اي ساين 13 باي على 15. قبل ما اكمل اريد اعطيك هدية بسيطة. اذا كانت الكي فوق الاثنين فوق الاثنين هنا اتعب نفسي باول اثنين، يعني من الكي تساوي صفر ومن الكي تساوي واحد. في حالة وحدة المقامات يعني قبل الاختصار ان وجد راح اجي اطرح البسطين. 7 باي ناقص باي 6 مو 6 باي. اذا هنا شو تقول الهدية؟ تقول وراها راح ازيد 6 6. يعني هسه هنا هذه باي زائد 6 صارت 7 باي على 15 زائد 6 صارت 13 باي على 15. وراها ايش راح يصير؟ 19 باي على 15. وراها 25 باي على 15. لكن هنا بعض الطلاب تعجب الهديه فياخذ الواهس يبقى هنا ما يتعب. هنا لوين انتهي؟ انتهي للكي تساوي 4. واضح؟ هنا في حاله وحده المقامات، يعني لو كان هسه هذا 3 باي على 15 وهذا طلع 7 باي على 15، يد الفرق بيناتهم؟ الفرق 4، راح لورا ازيد 4 4. وياي؟ لو كان هذا مثلا 4 باي على 15 وهذا 7 باي على 15 قد الفرق؟ فرق 3، اللي وراها راح ازيد 3 3. واضح؟ اذا هسه هنا من الكي تساوي 3 هذا ايش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير 19 باي على 15. ومن الكي تساوي 4 ايش راح يصير ورا؟ 25 باي على 15. ما اقول اللي يريد من يصير فوق بي اتوقف، يعني ماكو داعي حول الى صيغه جميله. واضح الفكره؟